اكيد فوز مهم للنادي سموحه. باشمهندس تحياتي لحضرتك. اهلا يا كابتن، اهلا ازيك يا وسهلا. كابتن؟ اشكرك سعد متشكر على كلامك الجميل ومقدمتك الجميله، انا سعيد ربنا دايما يخليك يا بتواجد كابتن حضرتك محمد. معانا والله وانا كمان، وانا حبيبي كمان يا وسهلا. كابتن. يعني 4-0 نتيجه كبيره النهارده، ويمكن بلديه المحله عندها نشوه الفوز الاخير امام القانون العرب، وبالتالي كانت ممكن تستغلها، لكن اعتقد النهارده نادي سموحه قدر ان هو من بدايه الشوط كده ان هو يعني يبين او يتكشر على انيابه من خلال اهداف 4 يعني. حصل الحمد لله ان ربنا وفقنا، مع ان المحله فرقه ممتازه طبعا واداره فنيه واداره، كمان الاداره بتاعتها تربطنا بيهم علاقه محترمه جدا. طبعا الكابتن عمرو الشامي والاستاذ محمود الشامي والناس دي كلها طبعا ناس محترمه، بس طبعا دي رياضه وتنافس في الملعب. ولاعيبه سموحه النهارده كانوا رجاله وعبروا عن نفسهم، لان انا شخصيا كنت زعلان جدا ومستاء منهم المباراه اللي فاتت. كانوا يعني بيأدوا اداء باهر، انا ما كنتش موجود، انا كنت مسافر، لكن كانوا بيأدوا عشان اداء انت كنت باهر مسافر بس جدا. يا باشمهندس. لا والله ما اعرفش، انا اتكلمت مع الكابتن احمد سامي وقلت له طبعا انت مجهودك مش باين في، يعني هم مش ما بيعبروش عن المجهود اللي انت بتعمله معاهم في الملعب، فهم ناقصهم الروح. فهم كانوا بالماتشات، الماتش اللي فات والنص ساعة الأخيرة في الإسماعيلي، بالرغم إن الإسماعيلي تعرضنا لظلم تحكيمي كبير قوي 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 قوي، لكن كانوا بيلعبوا لعب، سوري أنا آسف، طبعا أنا بحترم الموظفين وبحترم العمال وبحترم كل المجتمع، كانوا بيشتغلوا شغل موظفين أكل عيش، مش لعيب الكورة. لعيب الكورة ده ينزل يموت نفسه في الملعب، يبذل كل المجهود، وإلا يبقى حرام عليه، حرام عليه مجهود المدير الفني وحرام عليه مجهود النادي. فطبعا انا كنت مستاء جدا، طب لان مش دي بتفسر فرقه الاداء دي سموحه. يا باشمهندس؟ هل حضرتك مثلا لعيبه زعلانه مثلا، هل حصل تاخر في ما فيش، مستحقات لا بالعكس، احنا بالنسبه لهم انا يعني؟ وقعت اولا يعني سموحه نادي راقي جدا، طبعا معامله راقيه كفايه ان جدا، حضرتك على سكنيات راسه يعني. ممتازه، عمرنا ما بنعمل اي حاجه مش مظبوطه مع اللاعبين اطلاقا، بنراعي كل حقوقهم، بنراعي واجباتنا، بنعمل كل حاجه. ما انت شايف اجي اهو، صبرنا عليه سنه ونص، صحيح. صبرنا عليه سنه ونص، النهارده الحمد لله. يعني كون ان اجي يرجع يلعب تاني دي معجزه من عند ربنا، ومجهود كبير قوي، زائد هو رغبه عنده، لان هو جاله كسر مضاعف وتعالج صحيح. وكان العلاج غلط الى اخره. فبس لكن ساعات بقى ده عيب اللاعب المصري، ساعات يجيله حاله تشبع، مجرد ان هو في بعض اللاعبين ما عندهاش الحلم الكبير، ما عندهاش الامل الكبير، تعتقد انها وصلت كده عايز يبذل مجهود قليل. طبعا لا، وما هو ده لازم اللعيب، لعيب الكوره النهارده، يعني انا لما بتكلم مع اللاعبين بقول لهم النهارده من اهم الوظائف اللي في الدنيا لاعب الكوره، لازم يكون عندك امل، لازم يكون عندك حماس، لازم تفكر في مستقبلك. انما التراجع هتبص تلاقي انت بتلعب في درجة ثالثة او مالكش مكان، وهتندم على الفرصة دي. بس هو الحقيقة حقيقة يا باشمهندس ان اغلب الفرق في الدوري المصري يعملوا ماتش حلو، والماتش اللي ماتشين كده الدنيا بتنزل شوية، وبعد كده يرجعوا ما ماتش ده حلو، عيب، فاغلبهم الحقيقة. ده عيب من ثقافة اللاعب، ثقافة اللاعب. طبعا كمان احنا كإدارة وكجهاز فني وكده، طبعا الإعداد النفسي بقى مهم جدا، لازم اللاعب يكون عنده الحافز، سموحة لازم عنده يكون دكتور عنده. نفسي يا باشمهندس؟ لا ما عندناش، ما عندناش، بس انا والله ساعات لما بتكلم مع اللاعبين بكلمهم كلام جامد جدا، بقول لهم انتوا هتندموا على كل تهاون انتوا تهاونتوا فيه، هتندموا على كل لعبه كنتوا ممكن تلعبوها احسن. طبعا حتى وبعدين يعني اللعيبه الكبار انا بتكلم معاهم جامد جدا، لان هم اولادي، هم عارفين انا عملت ايه عشانهم. يعني حسام حسن ده يعني ابني وقائد في الفرقه صحيح. وكلهم زي بعض، بقول له انت عيب عليك انك تعمل كده، انت لعيب كبير وعندك امكانيات كبيره والناس مستنيه منك حاجه كبيره، فانت لازم تأدي قد امل الناس فيك وقد امل النادي فيك، وتكون قدوه لكل اللاعبين، وهكذا وهكذا. انما لما انا العب لمجرد ان انا العب واقضي وقت، ولا انا اكتفي ان ربنا مثلا بقى معايا اي مبلغ، لا ده انت نعمه، ده انت مسؤول عن زودها. عيلتك ومسؤول عن نفسك، واحلم زي ما انت شايف نجوم، لازم تبقى كده.
يعني واضح ان حضرتك قصدك يعني ان برضه الجهاز الفني بيديهم كل طاقه الجهاز الفني وخبراتهم، فقط العيب في اللعيب يعني بنسبه كبيره. لا ما اقدرش اقول لعيب لوحده، ما اقدرش اقول لعيب لوحده، لازم اكيد عوامل مكتمله طبعا. لابد كلنا نكون مؤثرين، مش اللعيب لوحده، لا انا لازم اكون واقعي. احنا مؤثرين برضو، الجهاز الفني مثلا يعني عنده ثقه اكتر من لازم في اللاعبين، ممكن تغييرات، ممكن خطه لعب، يعني كل الكلام ده وارد. انا ما هقول اللعيبه بس، لا طبعا الجهاز الطبي لا لا، دي مجموعه، دي مسؤوليه جماعيه. طيب باشمهندس، هل دايما باشمهندس فرج عامل بيبص دايما للمستقبل وبيبتدي من بدري؟ هل في خطه موضوعه مع حضرتك انت وكابتن احمد سامي؟ لا احنا عندنا في 3-4 ناشئين صغيرين من النادي طالعين ممتازين، هيبتدوا يلعبوا، صغيرين هايلين. احنا يعني متبنيين خطه بقى لها فتره، فهنبتدي نجني ثمارها، واخد بساتك؟ زائد ان احنا لو احتاجنا لحد لاعب لاعبين الى هذا الكلام تمام، واي لاعب مش هيؤدي الاداء المطلوب منه اخر السنه هننهي موقفه، نبيعه، نستغنى عنه حسب وضعه. بس انا بحيي حضرتك يعني فكره الناشئين دي، لان طبعا ده مهم جدا. طلعنا انك يبقى في خطه مع الجهاز الفني. بص على الباك اليمين بتاع سموحه، هو مصاب ما لعبش النهارده، بص عليه، ده انا بعتبره من احسن الباكات اليمين اللي موجوده في مصر كلها. اتمنى لكم التوفيق دايما يا باشمهندس، ويا رب دايما كده كل الفرق يعني يبقى عندها قطاع ناشئين يصعد بيه اللعيبه وموجودين، ويبقى كده في تفاهم ما بين اداره النادي دائما والاجهزه الفنيه. المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحه بشكره، ومبروك ليه طبعا.